أنا الدكتور فهد العرابي الحارثي، أنا أب ولدي أولاد أسميهم دائماً الذرية الصالحة. أنا أعمل في مجال البحوث والدراسات. هذا العام نحتفل بمرور 30 سنة على المركز اللي أنشأناه لهذا الغرض. الشكر بلسم مهم لنفسية أي أحد يريد أن يستمر في العطاء، وصدقوني أن الشكر وقود مهم لمزيد من الإنتاج ومزيد من الإنجاز ومزيد من البذل والعطاء. في يوم ما استقدمنا شاب كان في العشرينات من عمره للعمل معنا، جاء إلى المملكة واستمر معنا لمدة حوالي 25 سنة. هذا الشخص أولاً لم نعرف عنه في يوم من الأيام أنه حاول أن يبحث عن وظيفة أخرى في مكان آخر، لم نعرف عنه أنه اصطدم بأحد في الشركة. هذا الرجل قادر أن يستوعب كل الحساسيات التي ممكن أن تحصل في أي بيئة عمل، نظراً لإخلاصه ووفائه للمركز ولي أنا شخصياً. في هذا اليوم أحسست أنه أنا مدين له بشكر عميق، ولكي يكون هذا دافع له لمزيد من العطاء، ولكي أيضاً يكون محفز لآخرين يعرفون ما معنى أو ما أهمية أن يكون الشخص صادقاً وأميناً ووفياً ومستقراً. إبراهيم عايش الذي نتكلم عنه اليوم، أنا أعرف أن عليه التزامات وعليه بعض الديون والمشاكل. أنا أعتقد أنه سيجد في هذا رمضان انفراجة كبيرة، وأنا سعيد جداً أنني أسهم في حل بعض هذه المشاكل اللي يتعرض لها الأخ إبراهيم. إحنا اليوم نسجل هذه الحلقة من البرنامج في وقت خارج وقت الدوام. اتصلت بالأخ إبراهيم وهو في منزله مع أولاده، وقلت له لازم تجيني حالاً لأن عندنا ضيف مهم وقرر أنه يجي في هذا الوقت، لازم تجي. أمون عندي بالكاميرا. إبراهيم جاي في الطريق. لا في ضيف ولا يحزن. عز عن كلام بصراحة. اتصلت بالأخ إبراهيم وقلت له لازم تجيني حالاً لأن عندنا ضيف مهم في دقائق معدودة سيكون هنا. إبراهيم وصل، خلينا نشوف إيش يصير. أهلا وسهلا. تفضل. بسوي معك مقابلة تلفزيونية. تفاجأت في المصورين والتصوير والأمور هذه كلها موجودة بالمركز. كيف حالك؟ الحمد لله. كيفك مع رمضان؟ والله الحمد لله كويس. شوف يا إبراهيم، يعني صاحبنا هذا الضيف لا جاء ولا اعتذر. هذه مشكلة يعاني منها في المجتمعات العربية كلها، أنه يرتب كل شيء وبعدين لا يجي ولا يعتذر. إيش رأيك بالنهاية؟ شوف، أنا ناديتك لا في ضيف ولا يحزن. أنا أبغى أدردش معاك وبعدين أقول لك إيش في هالشنطة. كم لك سنة الحين يا إبراهيم؟ 25 سنة. 25 سنة، لما جيت كان مجد عمره سنة؟ سنة. أولادك الثاني جو هنا صح؟ طيب ليش ما عمرك فكرت انك تنتقل لشركه ثانيه؟ اني مرتاح بالشركه. ابراهيم انت تعرف ان كروتي ايميلاتي عندك صح؟ وكروتي حقت البنك كلها بارقامها والباسوردات كلها عندك صح؟ صحيح. انت تعرف انه قليل من الناس اللي ممكن نقابلهم بهالوفاء والاخلاص والتفاني، ولهذا اليوم أنا بصراحة حبيت أقدم لك شكر.
موجود في هالشنطة. طبعاً. وهذا الكلام أبغاك أنت تحذر وش في الشنطة هذه؟ تمر مثلاً؟ شوكولاتة مثلاً؟ ممكن. يكفي؟ يكفي طبعاً. طيب خذ الشنطة وافتحها. هذه الشنطة يا إبراهيم فيها 150,000 ريال. ما شاء الله. هذه هدية لك. صوم رمضان وتعيد أنت وأولادك. إذا عندك مشاكل تحلها. لك منها 100,000 بس. 50,000 لازم أنت تأخذها تشكر فيها شخص آخر له فضل عليك. أو قدم لك خدمة. أو تحس إنه يستاهل. صدمت. صدمت ليش؟ عز عن كلامي ده بصراحة. والله أنا بحمد الله على هذه النعمة اللي جتني بصراحة. أكثر شيء أثر فيي باللقاء اللي هو يعني ثقة الدكتور فهد فيي والكلام اللي حكى عني. يعني أنا لا أوفي الشكر بصراحة اللي تكلموا عني، وإن شاء الله أنا أكون قد المسؤولية. يعني طالع شوي. لا أنا إنساني عاجز عن الكلام. إخلاصك هذا وتفانيك و وأمانتك ما تخلي أحد يقول إنه يستاهل جائزة مثل هذه بعد 25 سنة. الحقيقة أنا يعني سعادتي يمكن لا تقل عن سعادة الأخ إبراهيم. كنت أتمنى إنه أجد أي شيء أستطيع أن أقدمه لإبراهيم ولعائلته. استطعنا أن نخطو هذه الخطوة في إطار التكاتف والتآزر والوفاء والاعتراف بفضل الآخرين. إبراهيم شكرا جزيلا لك. شكرا مليون. شكرا لك. شكرا شكرا الله يبارك. شكرا لك دكتور فهد. بعني لي كوالد. سابقا كنا نعتبره أخ كبير لأنه كان يزعل لما واحد يقول له أنت مثل والدنا يعني. وكثير ساعدني وخدمني في أمور الحياتية بالسعودية بالذات. ألو. هلا حبيبي أحمد، كيف حالك؟ في أمانة إذا تقدر تجيب لي إياها الآن على البيت. عبتك كثير. لا لا يا غير. تفضل. كيف أمورك؟ والله أنا وش أنا من 10 سنين تقريباً مريت بظروف صراحة كثير صعبة، اللي هي كان عندي أولادنا أصيبوا بمرض وتوفاهم الله. يعني في هذيك الفترة بصراحة كانوا في أشخاص واقفين جنبي، بس يعني كان في شخص وحيد هو اللي ولبى رغباتي، هو شخص اسمه بشير أحمد. وأنا قررت بصراحة أشكر بشير على وقفته من 10 سنوات إلى الآن، وما زال هو مستمر بصراحة إنه ما بتردد في أي طلب بطلبه منه. فأنا بتشكر من هذيك الفترة إلى الآن. ألو. هلا حبيبي أبو أحمد، كيف حالك؟ طيب الحمد لله. طيب بدي أغلبك أبو أحمد، بدي أرسل لك عنوان بس في أمانة إذا تقدر تجيب لي إياها الآن على البيت. شكرا شكرا الله يجزاك خير. شكرا حبيبي. شكرا. يلا مع السلامة. عبتك كثير. لا لا يا غير. تفضل. كيف امورك؟ شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. شوف يا اخبار. حاجات الغريبة. حاجات لا مش غريبة. لا والله كويسة. لا أنا ما أبي يعني ما استوعبت أي شيء. طيب عندك شيء تفتح الكرتونة مفتاح؟
سجيبه كله مفاديات. صرت أحب تفسير. الله ما قلت إلا المفاديات. بسم الله. لا خليها خليها عندك. والله كان جهة بن عمي يبحبش هدوء. يبحبش طول في إشي أسود. طوله بس. ليش؟ طول اللي جوا اللي هنا. عشان نشوف شو جوا الكرسون. انت والله حطها هنا. شوف أنا جبتك متعمد هنا. أيوة. لشيء في داخلي. بدي أحكي لك إياه. نعم. أنا جاي أتشكرك كثير. أنا شغلات كثير عملتها معي بحياتي يعني تتذكر أنت أولادي. نعم كيف. وأنت الوحيد اللي وقفت جنبي بهذه المهنة. نعم الله يرحمه برحمته إن شاء الله. آمين يا رب الله يبارك. يعودك خيرا منه إن شاء الله. طيب أنا جبتك هنا اليوم متعمد. نعم. عشان أقدم لك عربون محبة. الله يهديك. عربون شكر. الله يهديك العافية. لا إذا تكرم افتح الشنطة. بسم الله. ايش مالك؟ شو مالك؟ لا يعني عربون شكر. لا هذا اقل شيء يا ابو احمد. لا والله يعني لا هذا اقل شيء اقدم لك اياه بصراحه لانك انت ما قصرت معي. اخ عزيز بيعمل حاجه لله يعني ما عليك. انت معدنك طيب واصلك طيب. امبارح الدكتور فهد شكرني ب 150 الف ريال. في 100 الف ريال لي و 50 الف ريال أنا أقدمهم لشخص بعزه وبقدره. فأنت كنت الشخص اللي في بالي بصراحة. والله يهديك العافية يعني والله يعني ما يعني ما يستبعد منك أنت يعني أبو مجد يعني. لا أنت أخ عزيز هذا أقل شيء أقدم لك إياه بصراحة. لا. ولأنه الرجال بتبين في المواقف ما عندنا إن شاء الله. نعم لا أنت رجال تستاهل إنه الواحد يقف مع رجال الشحم عشان الواحد يعني بيعرف الرجال. من أصال الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. وأنا بعتبرك بصراحة من الرجال العظماء لأنك أنت بصحيح. الحمد لله. أول شيء عندك أنت عندك والدتك موجودة معك. نعم الحمد لله. وزوجتك وأولادك وأنت عندك برضو أنا بنت. أيوة. البنت عندي طفل متوحد. أيوة بنت التوحد. نعم الحمد لله. ويعني فاجأتني والله بالشيء هذا وأنا يعني ما قادر يعني صراحة يعني. لا لا اللي هذا لي يا إبراهيم هذا فيه الخير وهذا هو الشيء اللي أنا تمنيته من طول عمري يعني. والله أنا بنتي أحبها أقول لها إن شاء الله بإذنه تعالى إنه أقدم لك حاجة لو كان يعني شيء قليل إن شاء الله بإذنه تعالى يبقى لنا خير وبركة إن شاء الله. والشكر بين البشر يعني شيء جميل يعني أنت دائما تشكر أي شخص سواء قدم لك شيء قدم لك عمل لك معروف فواجب الشكر أنك تشكر. بشير أكيد طبعا استاهل الشكر وجات مناسب يعني اليوم كان يوم جميل يعني لإلي ولإله طبعا وأنا بتشكره كمان مرة أخرى. طيب أبو أحمد في رسالة هنا من الدكتور فهد دكتوري طبعا. سلسلة العطاء انطلقت من عندي من فضل الله تعالى وذهبت لإبراهيم والآن انتقلت لك. هذه السلسلة نتمنى أن لا تتوقف. نتمنى أن يكون هناك مستفيدون آخرون تعتقد أنهم يستحقون أن تشكرهم لكي يستمر العطاء. سلسلة العطاء متصلة والناس يعرفون أن هذه قيمة من القيم المهمة ليس فقط إنسانيا وإنما حتى على المستوى الدين الإسلامي وعلى مستوى الشهر الفضيل. العطاء طبعا يعني يلقى ثوابه عند الله سبحانه وتعالى ويلقى تقديره واهتمامه عند الناس جميعا وفي المجتمع بشكل عام. أعتقد هذا شيء ينشر ثقافة الشكر وينشر ثقافة العرفان أيضا. ولهذا أنا الحقيقة أحيي البرنامج وأحيي هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية.